أنا ثور من قناة ميجا فيلم، واليوم رجعنا لكم بهذا الأسبوع بسلسلة أفلام الانتقام، سلسلة آخر مرة نزلت عنها قبل فترة طويلة للغاية، فشاهدت كم فيلم انتقام بالصدفة وطلع معي 10 أفلام رهيبة، رتبتها لكم من الجيد جدا إلى الممتاز. أفلام الانتقام لا تفوتكم، لا يغركم من قصتها بس عن الانتقام، لا، في أشياء غريبة، في منها الخيال العلمي والجريمة وأكشن وأكثر وأكثر وأكثر، فتفويتها قرار خاطئ. Charlie, there is something in the Bible I do believe. Thou shalt not covet thy neighbor's wife. What happens when thy neighbor's wife covets you? أحيانا بعض الأفلام أتساءل وأقول معقولة هذا الفيلم ما اشتهر؟ هذا حالي مع أغلب الأفلام اللي يتكلم عنها، مظلومة وممتعة، وهذا الفيلم منها. يتكلم عن ديفيد اللي قرر الانتقال للعيش مع زوجته الممثلة التلفزيونية إيما، ولكن الصدمة أول ما تنشأ مشاكل خطيرة بينهم تتحول إلى رحلة انتقامية ممتعة. I was 15 years old when I stole my first car. We just watched Gone in 60 seconds. I got one message for society. If you don't want to encourage crime, stop making movies about it. فيلم انتقام جيد، ولكن هذا الفيلم يعتبر مظلوم جدا، من حماس وسرعة وتشويق مخلوطة بأجواء انتقامية. جانب الانتقام ما راح أتكلم عنه إلا الحرق، السرقة والمخاطرة والسباقات منوال هذا الفيلم. مايكلي شخص ذكي وله صيته في السرقة، ولكن الحماس يبدأ أول ما يعمل مخبرا للشرطة على شيء راح يخليه في دائرة الخطر للإيقاع بمجرم يستغل السيارات الغالية جدا من دون علم الشرطة، فهل يستطيع الإيقاع به؟ هم لا. فيلم من إبداع روزميد بايك، حرفيا من الأفلام المظلومة اللي يعرفها ومتأكد ولا شخص منكم يعرفه. طيب يا ثامر وش سالفته؟ شوفوا، في ممرضة اسمها ميراندا تعيش في مدينة صغيرة في أمريكا، ولكن الصدمة تعرضت لحادثة مؤلمة، ومن هنا ننطلق معها في رحلة انتقام ولغز مليء بالصعاب والمخاطر. So get in and get out. فيلم رهيب يليق على هذه القائمة، من حماس وانتقام يستاهل الفرصة. راح اختصر عليكم واقول لكم القصة الحلوة. أنا قاتلة محترفة واللي دربها قاتل أسطوري واصبح بمكانة أبوها. الصدمة أول ما يتم قتله بوحشية، قرر الانتقام من اللي قتل مدربها مهما كلف الثمن. في الممتع ويستاهل يكون معنا اليوم. You're embarrassed to be seen in an American classic. Target is Westbound. CIA. NSA. Special Forces. Hit it. فيلم رهيب من البداية، راح يصدمكم، فيه الحماس والملل منه شيء مستحيل. إذا أنتم من النوع اللي يمل بسرعة اختاروا هذا الفيلم من القائمة، صدقوني ما راح تملون. شوفوا، في مجموعة من القوات الخاصة تم إرسالهم لغابة بوليفية لمهمة تدمير وبحث. صدمة أول ما يغدر فيهم، ومن هنا ننطلق معهم في رحلة من الانتقام ممتعة فيها أسرار أكثر راح تعرفونها إذا شاهدتم الفيلم. Nothing can justify what we did. فيلم يبني لكم الأحداث في تصاعد، فهو تجربة ممتعة من إبداع أوسكار آيزاك. حرفيا إذا تحبون الأفلام اللي فيها سرعة بالأحداث يمكن هذا الفيلم ما راح يعجبكم، وفي 9 أفلام ثانية، ولكن هذا الفيلم في ترقب خطير ويستاهل الفرصة. في ضابط أمريكي بالجيش سابقا يحبي جامر كثير، الصدمة أول ما يتعاون مع شاب للتصدي لعدو سابق والانتقام منه، بس الحماس والقصة غريبة، صدقوني مستحيل توقف هنا. They did not save your life. They stole it. How many were there before me? She was supposed to have a clean brain. هذه القائمة فيها تنويع كثير من أكشن وجريمة وخيال علمي، وهذا الفيلم يضمنه الخيال العلمي، من إبداع الرهيبة سكارليت جوهانسن. حماس وأكثر كلها هنا. تخيلوا في المستقبل تقدرون تكونون نصف آلة ونصف بشر، يعني أعطيكم مثال، يدي تكون من حديد وجسمي الباقي طبيعي. كل هذه الأمور في هذا الفيلم. راح نشوف الشرطية سايبر اللي يتم الطلب منها لإيقاف المجرمين والمتطرفين الأكثر خطورة على الإطلاق، ولكن الحماس يبدأ أول ما تحاول الانتقام من عدو خطير للغاية يحاول القضاء على التقدم التقني في الآليين. في الممتع ولازم تعطونه فرصة.
is tough. Makes me want to jump in there with you. See who walks out. I just need the money. يكفيني اللي في هذا الفيلم كريستيان بيل وكيسي أفليك. فيلم ممتع فيه الحماس والجريمة والانتقام. يتكلم عن روسل ورودني يعيشون حياة فقيرة للغاية، وكل اللي يبونه انهم يعيشون حياة كريمة. ولكن الصدمة اول ما يزج بالسجن راسل. هذا الامر خلى رودني يتجه الى حياة الجريمة. ولكن تبدأ قصة فيلمنا فور خروج راسل من السجن لأخذ الثار والانتقام من اللي دمر اخيه. فيلم فيه اسرار اكثر وممتع للغاية، يعتبر مظلوم ولازم تشاهدونه اليوم. Was it reported? Yes. Do you know who she spoke to? You. فيلم رهيب من المبدعة كيري موليغان. تشويق والجريمة والانتقام أشياء حرفيا أبدع فيها هذا الفيلم، ويعتبر شوي جديد 2020. رح نعيش قصة فتاة تعرضت لحادثة مؤلمة رح أترككم تكتشفونها منذ فترة طويلة للغاية، ولكن ما قدرت تخرج من هذا الأمر المؤلم اللي رح يجعلها تحاول الانتقام من اللي دمر حياتها. Arthur, does it help to have someone to talk to? ما أحتاج أتكلم كثير عن هذه التحفة، واحد ضمن أفضل 50 فيلم شاهدتها بحياتي. وبشركم في جزء ثاني قادم سنة 2024، ورح يكون فيه أيضا مبدعة ليدي غاغا. حماس مو طبيعي، وهذا الجزء اللي ما شاهده طافكم الشيء الكثير. وأكين فينيكس أبدع بشكل جنوني في هذا الفيلم. الانتقام والجريمة أشياء أبدع فيها أيضا. رح نشوف حياة شخص كوميدي ومهرج، ولكن المشكلة يعاني من التنمر والكره. الصدمة أول ما يحاول انتقام من كل شخص يغلط في حقه. فيلم يبني لكم الأحداث في تصاعد، فهو تجربة رهيبة تفويتها قرار خاطئ. كان معكم ثامر من قناة ميجا فيلم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة واللايك والنشر.